نجاهل لو انت مبتدئ في زيارة المسجد. رقم واحد. كتاب ما تكلم في اي حاجة نرجو من المشتركين الاشتراك والدعم والتفاعل مع لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس. لو انت مبتدئ اول حاجة تعملها يكون معاك ازازة مية زي كده. رقم واحد. ده رقم واحد. رقم اثنين. لما تيجي تمشي لازم تمشي. وقلنا رقم واحد الدرس ما مهم جدا في اي نوع من انواع الرياضة لو انت مبتدئ. رقم اثنين لازم تبدأ رياضة بالتدريج. ما ينفعش تبدأ رياضة باستعجال او زي المجانين مع احترامي يعني. الرياضة تحتاج الى صبر وهدوء وتركيز. تركز في الرياضة. مثلا رياضة المشي لو انت مبتدئ اول حاجة تعملها تمشي بالراحة شوية شوية. تكون انت مثلا ما عملتش رياضة المشي طول الحياة. فلو انت مبتدئ اول حاجة تعملها ان انت تمشي بالراحة. ورقم اثنين تمشي مشي سريع. مثلا لمدة ربع ساعة. وربع ساعة التانيين ولا التالتة تهرول على الخفيف. ده مهم جدا جدا اثناء وانت بتعمل رياضة يكون معاك ازازة مية. مهم جدا ان انت تاخد نفس ما بين الرياضة في النص. لازم تاخد ما بينهم فاصل وتاخد راحة وبس. واشتركوا في القناة واعملوا دعم. يعني ما بتعملوش لايكات انا عارف كل واحد من اللي بيعمل لايك. اعملوا لايك وتفاعل وسير. نفسي اوصل اتمنى ان اوصل 2000 مشترك. قناتي كلها نصايح وحاجات مفيدة وبتهم الصحة عن كل حاجة حلوة. بشكرا.